على الطريق بين عكا وبيروت، وعلى سفوح تل صخري مقابل للبحر المتوسط تقع قرية البصة المهجرة. اشتق اسمها من لفظ كنعاني بصا وتعني المستنقع، أشار إليها المؤرخ عماد الدين الأصفهاني في القرن الثاني عشر الميلادي باسم عين البصة. بنيت بيوت البصة من الحجارة، وسكنها 1000 نسمة على طرف سيل تحيط به بساتين الزيتون والرمان والتين والتفاح. قدر عدد سكانها عام 48 بنحو 4000، وأنشئ فيها مجلس عام 22. عمل سكان القرية بتربية الحيوانات والمزروعات التي كانت تسقى من قنوات الري ومياه الأمطار. في أوائل الأربعينيات كان في القرية تعاونية للفلاحين تملك الأدوات الزراعية وشاحنة وآلة للحصاد. هجرت العصابات الصهيونية أهل القرية في أيار عام 48، وأقاموا على أراضيها مستعمرات شلومي وبتست وكفر روش هنكرا، ولم يبق من القرية سوى 2 من أبنيتها الكبرى، كنيسة ومزار إسلامي. العودة حق كالشمس. والله ليلي بغمض عيني إلا أشوف كيف كنا في البسطة وشو عملنا في البسطة وشو صار فينا في البسطة.